تفاهم كبير ما بين بلومي وتصفاو. تصفاو جميلة مع بلومي وربما هدف روعة روعة حقيقة. هدف ثاني جميل سواء منطقي في غياب زميل صديق شريف الوزاني. بلومي وهدف ثالث جميل حقيقة مخادعة تماما حتى للجمهور. ما كانش عارف بالضبط شكون اللي راح يقدم لأن مر أمام الكرة كل من بلعتوي وكذلك